أحب أن أقدم تهنئة إلى معلمتي في يومها هذا، وأقول لها بصفتي طالبة: هي درة وضياء نور في الدجى، هي من حروف الحب نبع حناني، علمتنا من بحر علمك حكمة والنحو والإخلاص للأوطان. للمعلم وفي التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، كل عام لكل معلم ومعلمة في يوم المعلم. معلمتي، مؤسسة الأجيال أنت، كنت وما زلت قدوة لنا، لن ننسى فضلك علينا. قف للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، نقف وقفة احترام وجلال للمعلم، لأنه الأب الفاضل والمربي الجليل الذي يعلمنا مكارم الأخلاق. وكل عام والمعلم بخير. عندما أسمع كلمة المعلمة، أول ما يخطر على بالي هو الأم الحانية والحنون التي تقدم النصح والمساعدة لأطفالها. وأتذكر قول الشاعر: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العالم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. يقول المولى عز وجل في كتابه العزيز: وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وحديث، وقد يكون حديث ليس بصحيح، إنما هو من مكارم الأخلاق: إنما بعثت معلما. فالتحية الصادقة لكل من أخرج الطبيب والمهندس والممرضة وخرج الأجيال القادمة المتلاحقة. نتمنى التوفيق للأخ المعلم، الزميل، الأب، الأخ الحاني، وكل عام هو بخير وشكرا. كل عام والمربين الفاضلين، كل عام وبنات الأجيال بألف خير، كل عام ومعلمين بألف خير. أخواني المعلمين، كل عام وأنتم بألف ألف. الدكتورة وضحى المحارب، مدير تربية لواء عين الباجة. في الخامس من تشرين الأول من كل عام نقف إجلالا واحتراما وإكبارا لورثة الأنبياء وحملة مشاعر النور والضياء، معلمين الأفاضل في كل مكان. من القلب كل الشكر والعرفان والتقدير لهذا الدور العظيم الذي تقومون به. فأنتم من يصنع الإنسان من الداخل، أنتم من يزرع الطموح والإبداع، أنتم من يغير في أدوارنا في الحياة. لكم كل الشكر والتقدير. كل عام وأنتم بخير، وطننا بخير، وقائدنا الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بخير. حمى الله الأردن وقائد الأردن والأسرة التربوية على امتداد الوطن.